السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. نعتذر على هذا الانقطاع، نقاوم شرور البث، نحاول باش صوتنا يكون موجود، لن نغادر بحول الله هذا الفضاء وستظل نافذتنا مفتوحة. شكرا للجمهور الذي آمن بهذه النافذة، شكرا للجمهور الذي آمن بأن حرية الكلمة مستهدفة، وبأن الحقيقة تحت القنص، وبأن الرصاص موجه إلى الحقيقة. شكرا لكل من آمن بهذا الفضاء، والأرقام تؤكد بأن حجم الثقة قاعد يزيد، حجم السبان قاعد ينقص، العقل قاعد يرجع. الناس اللي كانت عقولهم أصلا معطلة بالكراهية، ثم شكون اللي قاعد يفهم رويدا رويدا بأنه ما عندنا حتى مشكلة مع قيس سعيد، وقد آزرناه وقد أحببناه وقد كان صديقنا، لكن نحن اليوم عندنا مشكلة معه في مشروع، ونريد أن نفهم ماذا يريد هذا الرجل وما يفعله. ما عندنا معه حتى مشكلة شخصية، هذا هو المهم. بالنسبة لي نحب نقول، وفي مستهل هذه الحلقة، النساء اللي تبعوا فيها، المرأة العزيزة الغالية المحترمة في ثقافتنا أكثر من ثقافات أخرى، نحب نقول لهم ثم بعض الكلمات النابية، بعض الكلام الموحش اللي موجود في التعليقات. أنا محبة في كن ومعزة في كن، والرسول أو وصى عليكم بأنكم أنتم القوارير. أنا ما نحبش حتى امرأة من عائلتي ولا من غير عائلتي أنها تؤذى بما ستجده في هذه التعليقات. ربما تكون وصية غريبة برشا، لكن الله غالب زمن موحش، فيه كثير من السحل الإلكتروني، فيه كثير من السباب، فيه كثير من الشتم، فيه كثير من الدموية. نحن حبينا أن نعمل جدار واقي مع هذا الأذى اللي نجم يقبل الرجل بأن يتعرض لي وما يخليش شكون يتعرض له من لسانه. ثم نحب نقول، وددت أني ما ندخلش في الجدال، وأنا نتكلم على تعليمنا وعلى مكافحة الجريمة وعلى ما يخص أولادنا وبناتنا وعلى الهجرة الغير الشرعية وعلى المستثمر البطال وعلى الشيكات بدون رصيد، حبينا نمسوا الناس هذوما. لكن آسف، رغم أنه الجدل عقيم، ورغم أن الجدال في الدوائر المغلقة غير محمود لا في ديننا ولا في أخلاقنا، الجدال ما هوش حاجة باهية، الأفعال هي الأفضل، أفضل من الأقوال، وقل اعملوا. لكن معطلين الأفعال تبدأ بالأقوال، صحيح معطلين في الأفعال، وثم الأقوال والتصريحات كثيرة بالأرقام الكثيرة لابد أن نتوقف عندها. ثم شكون يقول لي أين أنت من مكافحة الفساد؟ إيش نقول له؟ نقول له أرجع شوف برامجي ماذا كانت تنقل من بنزرت إلى رمادة، أرجع إلى نقطة ساخنة، ثم جنهار نورنا ولا بندرنا لمن حكمونا من اليمين إلى اليسار، لن تجد. ثم نزيد حاجة أخرى، قناة الزيتونة في مكافحة الفساد، شوفوا الزميل حسين بن عمر، شوفوا برنامجه بالمرصاد، ستجدون ولن تجدوا برنامج في تاريخ تونس خدم على التماسيح الكبيرة وعلى قضايا الفساد كما اشتغل الزميل حسين بن عمر، وهي شهادة أقولها وأمضي. الرئيس سعيد قال بأن 1,800,000 هبطوا للشارع، جينا نعملوا في الحسابات لقينا 1,800,000، إذا أربعة يكونوا في متر مربع، أربعة يكونوا في متر مربع منضبطين واقفين مسطرة، فإن الأمر يحتاج إلى 450,000 متر مربع. إذا الشارع طوله 45 متر، فإن الأمر يحتاج إلى 10 كيلومتر. إذا الشارع طوله عرضه 45 متر، 45 متر نقول، ما فيش ولا زجر ولا كراهب، فإنه يحتاج إلى 10 كيلومتر. ثم المهزلة والعار فيما يجري، المهزلة والعار نقول لكم، وفضايحنا اليوم الحمد لله عالميا، صحيح التصدير واقف، صحيح تصدير الدكلة واقف، صحيح تصدير برشا حاجات واقف بناء على الكورونا وما يمكرونا، لكن اليوم الحمد لله نحن قاعدين دولة مجتهدة ناجحة، أنها قاعدة تصدر في الفضايح والعالم يكتب علينا. انظروا لورو نيوز تتكلم تقول thousands for Tunisian president، يقول يحكيوا على آلاف، وفرانس 24 فرانس 24 نطقت قالت أن الآلاف في مسيرة لمناصرة قيس سعيد. الفيجارو يقول في حدود 2,500، الجارديان
ذا جوارديان تقول thousands، تقول آلاف، رويترز تقول الآلاف، وتقول أن الرئيس يحكي على 1,800,000 وفضيحته. الواشنطن بوست تتكلم على آلاف يناصرون قيس سعيد ويدعمون اغتصابه للسلطة. هذا إش قاعد يقول علينا الإعلام الغربي وفضيحته. الرئيس قيس سعيد علاش يتكلم على 1,800,000؟ ما أحوجه للأرقام؟ هل هو رئيس حزب معارضة؟ لا. هل هو عنده حزب جديد؟ لا. هل هو عنده جمعية؟ لا. هل هو معارض محتج؟ لا. ما ألجأه للنطق بالأرقام؟ وسبحان من أنطق قيس سعيد بالأرقام، لأن الأرقام تبين شنو اللي عنده في مخه. اللي عنده في مخه يحتاج إلى تفويض سيساوي. تحدث على 30 مليون في مصر، ثم كشفت الكاميرا التلاعب بالصورة والمخرج، وعرفنا المخرج وعرفنا التلاعب بكل شيء. وفضيحته قيس سعيد اليوم يتكلم على 1,800,000، بمعنى أن 5,000 اللي تكلم عليها الإعلام العالمي الكل لازمك تضربها في كم؟ لازمك تضربها في كم؟ لازمك تضربها في 360 مرة. يعني أرقام التي قدمها قيس سعيد، ما هو موجود عليها في الشارع هو الجزء 300، تقسمها على 360 مرة حتى تجد حاجة تقرب للأرقام الموجودة. لكن نحن هنا ردوا بالكم اللي تبعوا فيا، مش قولوا ذا يلعب على الأرقام، لا، خذ مليون، خذ زوز، هاو مش نكتب لك 12 مليون معاك تفضل. مش هذا المشكل. ما قلنا لكم بأن الشارع ليس حل، الشارع يجب يكون ضرورة لكن ما يصنعش الحل. ما قلنا لكم بأن رئيس الدولة هو اليوم عنده السلطة الكل وهو المسؤول على الحلول الكل، ما يتكلمش على 1,800,000 وراها 12 مليون كشعب وخذاه السلطة الكل. السؤال الحقيقي، ما هو تصورك؟ شنو التصور بتاعك للمشروع؟ ما كنا في مشروع ظلام وفوضى في البرلمان، وهذه النافذة ليست دعوة للعودة إلى هناك، لا، ولكن أيضا أن نلعن الفوضى اللي كانت في البرلمان لا يعني أن نذهب إلى مشروع وحاوية مغلقة علينا لا فيها شبابيك ولا أفق ولا نجم نشوف منها حتى الضوء. مش ممكن أبدا، هذا يسمى تلاعب بعقولنا وبوعينا. إيه نعم، 1,800,000 يا سيد الرئيس، ورئيسة الحكومة قدامه تقول له ما شاء الله. ما شاء الله يعني وكأنها دردشة متاع شكون ومعها الكاتبة متاعه، فقلت له ما شاء الله على كسوتك ولا على ليقة دارك ولا على الدهن ولا على مرايتك الجديدة. ما شاء الله كجملة فضيحة، رئيسة حكومة ويتسجل البرنامج، لأنه المباشر تجد تحدث فيه أخطاء، يمكن أن يعني سياسي أو إعلامي يعمل خطأ على المباشر ولا يستطيع أن يتداركه. لكن أن تكون رئيسة حكومة تجاوب ما شاء الله على عدد المحتجين، يا سلام، يعني برتبة كاتبة قاعدة تدردش ما عارفها، ناقصها البخور باش تقول ما شاء الله. وقلنا بأنها كاتبة وبأنها لا ترقى لتكون رئيس حكومة. قيس سعيد قال أن المشكلة في منظومة وليست المشكلة في الحكومة. هل أجابنا ما هو حله مع المنظومة؟ لم يجبنا. قيس سعيد قال المسألة ليست مسألة حكومة وكراسي، المسألة ما هو برنامجها. هل أعطانا برنامج الحكومة قبل أن يعين؟ ما أعطناش. المرأة هذه قالت راهو مبشركم، راه من سامش ياخذوا برشا بلايص. الفرز الجنساني، المهزلة نتاع تسجيل سياسي. ليش؟ لأنه نحن حاشتنا بالمرأة الكفء والراجل الكفء، ما عندناش فرز جنساني، ما عندناش حجر على أنها المرأة تقوم بوظيفة سياسية، فما ألجأنا للفرز. نحن ما حاشناش بقابلة ولا بالأمومة ومرضيعة والحليب باش تلهى لنا بالصغار. نحن حاشتنا بأشخاص باش يقوموا بوظيفة سياسية، فما علاقة أن تكون امرأة ولا راجل بهذا الموضوع اللي هو دجل وخرافة وترضيات سخيفة هابطة للغرب. أقول وأمضي. الرئيس قيس سعيد، سبحان الله، لما كنا معك وفي صفك كنا رجالا وإعلاميين ومثقفين تباهي بنا وتتباهى بنا،
ولما نحن عملنا مسافة معاك، لما أنت صارت الحماية هو الاحتلال، عملنا مسافة أصبحنا حشرات. فسبحان من جعل مني بشرا سويا، وبعد صناديق الاقتراع أصبحنا مجرد حشرات. حشرات قيس سعيد يقول لجزء من شعبه بعد المخمورين هم حشرات. الرئيس قيس سعيد انتخبناه رئيسا فصار مبيدا، صار مبيدا. الحشرات لا تعالج إلا بالإبادة، وكلمة الإبادة وأنا أبحث عن التقاطعات الزمان والمكان والتاريخ لم أجد أكثر من فرنسا في تاريخها استحضرت واشتغلت وأبدعت في صنوف وأنواع الإبادة في داخلها، في حرب كنسية بين الكاثوليك والبروتستان، ثم صدرتها إلى مالي وإلى الجزائر وإلى تونس وإلى حتى رواندا بعيدا بعيدا، حيث اعتذر ماكرون هناك كما لم يعتذر للجزائريين والتونسيين. ما زال يلزمنا رجلة أكثر رجلة. رواندا والإبادة وفرنسا تعتذر وتعترف. رواندا وإذاعة ليميل كولين وتحريض صحفي على الإبادة، ومن مفارقات الزمان حشرات أيضا في رواندا. تلك فلسفة فرنسا بين الهوتو والتوتسي، كانت كلمة الحشرات موجودة كذلك. أنا أبحث على معجم قيس سعيد من أين يأتي من هذا الكلام الجميل. الشعب وأبناء وطنه، لا يوجد سياسي في العالم يستعمل ويستخدم هذه العبارة مع معارضيه، مش مع جماعة في الشارع، مش مع مفسدين يكسروا في الحوارث ويغلقوا في الطرقات، لا، مع فريق كامل من المعارضة حتى من الأحزاب اللي كانوا معاه، ثم لما عرفوا خطر مشروع ومشاو، هم كذلك اليوم أصبح مصنفين من الحشرات. الحشرات قيس سعيد انتخبناه رئيسا فصار مبيدا، صنع في فرنسا لأن عقل الإبادة هناك، وهو يبحث عن تفويض سيساوي، ولذلك نطق بهذا الرقم الذي ما علاقة له بالأرض إطلاقا، وليس في حاجة إليه أصلا، هو في حاجة باش سعي لم روحه بسرعة، والاقتصاد يتهاوى وكل شيء هابط، أنه سعي لم روحه ويعمل حكومته ويشوف كيفاش باش ياخذ مشروعية هذه الحكومة وشرعيتها باش تمشي لقدام. فإذا به يغرق بنا في أرقام الشارع ويعاود ويعد ويحصي في شكل مخيف ومهزلة. إيه نعم، الحشرات قيس سعيد الذين انتخبوك يأكدوا بأنه مشروعك في المستقبل ماهواش ماشي للتخفيف. ومن اعتذر بذنبه فلا ذنب عليه، وربي أقسم بالنفس اللوامة، والناس الكل تغلط وتعمل مراجعات، وحتى العسكر هو كر وفر، وبعد الإقدام هناك المراجعات الخطط. لا، قيس سعيد إلى الأمام وسمى مواطني حشرات، وسيدون هذا وسيكتب عليك ما يحدث في تونس من عنف، لأنك أنت من أطلقت لسانك في شتم كل معارضيك وفي التنكيل بهم، وأنت في كل مرة تتبجح لنا بدولة القانون والحقوق. حتى فاجأنا بيان عنوان خلافا لتعليل قرار رئيس المحكمة الإدارية، فإن العميل شوقي طبيب ممنوع من العمل شوقي طبيب ومن حق التنقل. إنعم، بيان أمضاه العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني والأستاذ المناضل المحامي عبد الرؤوف العيادي، اللي يمشيوا لدار باختصار دار شوقي طبيب بطلب منه لمرافقته باش يمشيوا المحكمة مع بعضهم 9:30 في الإقامة هناك، ومشاو علموا العسس الموجودين اللي قاعدين يعسوا، رفضوا بعد أن انتظروا ساعة يستناوا في الإشارة بالتليفون، رفضوا بما يؤكد بأن المحكمة الإدارية خرجت تقول تطعن، خرجت في رفض الطعون، يعني الإبقاء على الإقامة الجبرية أصبح بالمحكمة. ليش؟ قالت بأنه هذا ما يمنعوش من حق التنقل ومن حق الشغل، هذه المحكمة الإدارية وهي تعلل. فإذا أقدام الأفعال الحقيقية قيس سعيد
يعطي فينا في العناوين نمشيه للدرس نلقاه حاجة أخرى. يقول العنوان كيمياء نمشيه للدرس نلقاوها تيشيرت ونلقاوها مراول ونلقاها درس كرة. يعمل لنا العنوان درس في الرياضيات نمشيه للدرس نلقاوها حاجة أخرى مسخرة. قيس سعيد قال حقوق والحقوق والحريات ما يشبش تتمس. فإذا به العميد شوقي الطبيب الأسبق ورئيس محكمة رئيس الهيئة لمكافحة الفساد، يعني فما بالنا إذن ماذا يحدث مع رجل البسيط لا عنده عبد الرزاق الكيلاني ولا عبد الرؤوف العيادي يتعرض للمظلمة؟ ماذا سيفعل هذا الرجل؟ ونسجل هنا كذلك فضيحة رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين عامر عياد والصحفية كذلك وشداء نقابة الصحفيين صمت ولا كلام، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان صمت ولا كلام، وعمادة المحامين صمت ولا كلام، وزميل سيف مخلوف يحاكم محكمة عسكرية على موضوع صار في المطار. ولو أني أنا شخصيا ضد أن يتوجه للمطار في موضوع بالأسلسات أنه يمشي للداخلية وما عندوش علاقة بالأعوان، هذا موقف شخصي، لكن كي نشوفه اللي كانت عاملة كاسكا ومعطلة البرلمان وتصدر في صورة متاع برلمان إرهابي، كي تخرج البرة وتطلع في كهربة بالسقف المفتوح متاعها تنحي الكاسك أنا ذاك في الجماهير. لما شفنا اللي عطلت البرلمان تجوب الأسواق اليوم زعيمة مفدات، ونشوفوا اللي صار في المطار ونقارن بين الجريمتين مع أني ضد أي جريمة، نفهم قيس سعيد ما هو مشروعه. إلى حد الآن لم نرى إلا الانتقام، ومع ذلك نحن قلنا لك هات أفعالك التي تصدق أقوالك. فكل يوم ما رأينا شيء يؤكد على المصداقية وعلى الصدق، حتى الأرقام يا قيس سعيد تخذلنا. يا رئيس الدولة نحن نخشى ونستحي أن نقول لرئيس الدولة تكذب، ما نقولوش لأنه مش لشخصه وإنما لرمزية المكان اللي هو فيه. 5,000 و10,000 و20,000 و30,000 و40,000 و50,000 و60,000 و70,000 و80,000 و90,000 و100,000 وأنا ماشي معاك يولوا 1,800,000 يا قيس سعيد، يولوا 1,800,000 طالب التفويض حب النبه كويس، والاحتجاجات في الشارع متواصلة نحب ننبهها من حاجة. لا أرى ولا أقدر أن جيش من الوطني يستعمل عنف أو يطلق النار على أي كان، ولا أرى داخليتنا كذلك الوزارة الداخلية أن تجب تعمل حاجة من هذا النوع، وإنما والإجابة مازالت ما جاتش المخابرات المندسة من مصر مثلا، وهناك حديث متواتر على هذا الموضوع، يمكن أن تفعل تقوم بعملية قنص لتعكير الوضع باش تهزنا إلى مآل ربما لا يعلمه حتى قيس سعيد. أقول هذا الكلام ليس للتخويف، ولكن شفنا في أحداث 11/11/2011، شفنا في 14 جانفي وما قبلها، شفنا القناصة الذين اختفوا فيما بعد، وشفنا ناس بالسلاح من الخارج، وشفنا الذخيرة معاهم وهم مكتفين، ومن بعد لا تقرير ولا خبر ولا خبير. أنا خايف على بلادي، وأنا أتكلم بروح المسؤولية وخايف على بلادي، ولكن إذا كان سي قيس سعيد تكون تجاوزته الأحداث وتجاوزته البرامج وهو مش عارف هو بالضبط ما الذي يجري حوله، نولوا نخافه. إذا رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين في المحكمة الإدارية تقول بأن هناك ضغوط مسلطة على المحكمة الإدارية فيما يتعلق بالوضع قيد الإقامة الجبرية وكذلك في حجر السفر، قالت ثم ضغوط موجودة، قيس سعيد ما زلنا كيف نثق بك؟ كيف نصدقك؟ نلغي عقولنا، نلغي عقولنا، أصواتنا ما عدناش نجم نلغوها، أصواتنا ذهبت إليك، الحشرات صوتت إليك، صوتت لرئيس دولة، ما زلنا معترفين بيك، لكن سميتنا حشرات وحطيت روحك في دور المبيد، وأنت
وانت لما صوتنا ليك بالحاله الهستيريه هذيك، لاننا لم نكن نتصور اننا ننتخب رئيس دوله، كنا نتصور ان بلادنا ناقصنا رجل بعقل منقذ وقائد وقدوه قلبه على بلاده سيجمع ويذهب. والفساد ملفات، الفساد ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويوم القيامة كلكم آتيه فردا. لا يمكن لرئيس دولة باش يستثمر في فاسدين ومجرمين وخونة ومخمورين، راهو عيب عليك، راهو عيب عليك بالمقياس الأخلاقي وبمقاييس الخطاب السياسي والجملة السياسية. عيب عليك أنك تحكي على كتلة أو فئة معينة بهذا النوع، عيب عليك. ولا ندري الأيام الكرسي اللي انت فيه كان فيه هناك أناس آخرون ذهبوا، وستذهب أنت وكلامك سيظل موجود، فلا تكن سببا في مزيد من الفتنة، في مزيد من الاقتتال الإلكتروني لنقص أسلحة فقط. واعلم أنك إلى حد الآن يشهد التاريخ اللي تحكي عليه والوطن والله أنك لم تقل جملة واحدة لتجميع التوانسة إلا السب والعار والشتيم. آسفين على الانقطاع اللي صار. شكرا جزيلا لكم على نشر هذا المقطع، ألقاكم إن شاء الله في موعد قريب بحول الله. أشكركم على التعليق والبرتاج. تصبحوا بألف خير.